استياء كبير في أوساط الأساتذة عقب تحديد الوزارة تاريخ تكوين الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف في عطلة الشتاء. نقابات التربية انتقدت التعليم التي أبرقتها مديريات التربية على المؤسسات التربوية والمتعلقة بتحديد تاريخ 23 ديسمبر الجاري تزامناً وعطلة الشتاء. صحة البيداغوجية كما يحتاجها التلميذ يحتاج إليها الأستاذ، لكن الذي حدث أن الفطرة المحددة للتكوين خاصة للذين التحقوا في إطار قوائم الاحتياط هذه أصبحت ضرورية. هذا التكوين، هذه الفطرة من التكوين أصبحت ضرورية، لذلك لا توجد أيام أخرى غير العطل، فهو نوع من الاضطرار. لكن موقفنا في إطار النقابة، نحن طالبنا بالتكوين الكافي القبلي. حصر وزارة التربية لمدة التكوين في 13 يوما فقط، وصفته النقابات بالتكوين القصير والمرافقة لا التكوين، مشددة على ضرورة فتح معاهد من أجل مدرسة ذات نوعية. أما هذا التكوين فهو يدخل في إطار المرافقة، وهذه المرافقة على أهميتها غير كافية، ويعني سلبياتها تظهر جليا في المردود، مردود الأساتذة، وأيضا تظهر سلبياتها في التحصيل العلمي لأبنائنا التلاميذ. نحن طالبنا بأن يكون تكوينا قبليا كافيا مثل ما يحصل في إطار المدارس العليا للأساتذة. وكانت وزارة التربية قد أمرت مدراء التربية للولايات بضرورة إخطار الأساتذة المتربصين المعنيين بالتكوين، إضافة إلى الناجحين في مسابقة التوظيف للسنة الجارية في جميع الأطوار بضرورة الالتحاق بمراكز التكوين أثناء عطلة الشتاء.